الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور في قوله تعالى لإيلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها، وهي سورة الفيل، فإن هذا الهلاك لأبرهة وجنوده بهذه الآية الباهرة العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وعظيم بطشه سبحانه، فأصبح لقريش بعد هذه الحادثة هيبة، واطمأنوا في سكناهم وفي رحلاتهم التجارية في الصيف والشتاء. سميت سورة قريش تذكيرا لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة لإيلاف قريش. ومناسبة السورة لما قبلها وهي سورة الفيل أن كل منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الله على أهل مكة، فالأولى تضمنت إهلاك عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم، والثانية وهي سورة قريش ذكرت نعمة أخرى هي اجتماع أمرهم والتئام شأنهم وشملهم ليتمكنوا من الارتحال صيفا وشتاء في تجاراتهم وجلب الميرة لهم. ولوثيق الصلة بين السورتين، بين سورة الفيل وسورة قريش، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يعتبرهما سورة واحدة، حتى روي عنه أنه لم يفصل بينهما ببسملة. لإيلاف قريش أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين أهلكنا أصحاب الفيل، متعلق الجار والمجرور. اللام للتعجب، كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. فليعبدوا رب هذا البيت، فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت وهو الكعبة الذي شرفوا به، وليوحدوه تعالى ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.